جسامات ألفا عاملة زي مشوارك في الحياة، هل لما تيجي صعوبات في حياتك زي شريحة الذهب هتقدر تعديها ولا هتجف؟ هتقدر تدوس على كل حاجة صعبة في حياتك، تدوس على مذاكرة، تدوس على نظام جديد، نظام صعب، نظام كل توهان أصلاً، تدوس على حياة لسه انت طالع للدنيا وبتلاقي صعوبات، هتدوس على واحد في أولى ثانوي جاب ملاحك. طب أنا عمري ما شفت ده، أنا جايب في تالتة إعدادي 250 280 270 أروح أجيب ملاحك؟ معلش، هي دي الحياة. بس الشاطر إن يقوم زي مين؟ زي جسامات ألفا. جسامات ألفا كلها عدة؟ لا مش كلها عدة. طب ما هو وجعتها؟ لا لا لا، ده عدة بنسبة أكتر من 90%. الله، 90% نفذ. ياه، 90% من الأشعة نفذت. يا عم ده في عائق، في شريحة ذهب هنا، في صعوبات، في عقبات في الحياة، لكن عدت. قوم ودوس على الصعب. انت لو بتسمع الفيديو دلوقتي ومكمل لحد اللحظة دي فأنا مطمن عليك. قوم وعد الصعب زي مين؟ زي جسامات ألفا.